وأشهد أن لا إله إلا الله المتمم بعظمته وكبريائه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصر رحمة لأهل أرضه وسلامه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ورضي الله عن أزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فقد جرت سنة علماء المملكة المغربية الشريفة بقراءتهم صحيح الإمام البخاري أصح كتب السنة المطهرة في شهر رمضان المبارك من كل عام، وختمه ليلة القدر المباركة خير ختام، إذ يتشرف مجلس ختمه بحضور أمير المؤمنين بنفسه في بيت من بيوت الله أو مقر إقامته، ويقتدي به في ذلك ممثل جلالته في سائر عمالات الوطن وأقاليمه. بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه، أحيينا ليلة القدر المباركة بمسجد حكامة بإقليم الفحص أنجرة بحضور ممثلي صاحب الجلالة عامل الإقليم مع أعضاء المجلس والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية والساكنة. وبحمد الله عز وجل حصل فرح كبير للساكنة بإحياء هذه الليلة، ودعونا الله سبحانه وتعالى لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نسأل الله عز وجل له كامل التوفيق والنجاح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقه العافية وأن ينصره نصرا مؤزرا يعز به الإسلام ويجمع به كلمة المسلمين. وفي هذه الليلة المباركة وخلال إحيائها ختمنا بحمد الله عز وجل صحيح الإمام البخاري جريا على سنة علماء المملكة المغربية الشريفة بختمهم صحيح الإمام البخاري أعظم وأصح الكتب المشرفة بعد القرآن الكريم. وبحمد الله عز وجل ذكرنا فضائل تسبيح الله عز وجل وتمجيده وتحميده إحياء لهذه الليلة المباركة، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكما كتعرفوا حنا في هذه البادية هذه عندنا التقاليد ديالنا بالنسبة لليلة القدر، دائما عندنا ختم القرآن، وبالنسبة للقاعدة كيدخلوا الطلبة وكيصلوا التراويح إن شاء الله، وكتكون واحد الأجواء جميلة جدا. وبعد ما كنساليوا التراويح كنبقاو نذكروا الله وكنسبحوا وكنعملوا العشاء كما القاعدة، فهمتيني يعني دائما وأبدا هذه القاعدة هذه، وكنفرحوا الوليدات، ومن بعد كنخرجوا وكنصلوا الأرحام وكنمشوا عند العائلة والوالدين والإخوان وكنفرحوا جميع الشباب. بالنسبة للتقاليد الأطفال يعني كنحاولوا نعلموهم ونجربوهم يعني الحويجات التقاليد باش كيبقى الأمر مترخ دائما وأبدا يعني على حسب جماعة جوامعة معروفة بهذه التقاليد هذو. وكنشكروا جميع الناس اللي ساهمين في هذه القضية هذه.
النادي وكيعاونوا هاد التلاميذ. وشكرا لكم جميعا، ونتمنى ان شاء الله ربي الحميد يتقبل منا الصلاه والقيام. جلالة الملك محمد السادس الأمين، نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين، اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، واملأ قلبه برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أقر عين جلالته بولي عهده سمو الأمير مولاي الحسن في عزتك بده، وانهج به اللهم نهج والديه في صلاحه وإصلاحه، واشدد اللهم أزر مولانا الإمام بسنه السعيد سمو الأمير مولاي رشيد، واحفظه اللهم في كافة أسرته مؤيدا بنصرك وبالمؤمنين والمؤمنات من شعبه. اللهم أمطر سآبيب، اللهم أمطر سحائب رحمتك.